كنا تنطمحوا نجيبوا ثلاثه نقاط، ضيعنا بزاف بزاف بزاف. متى تضيع بحال هذوك الفرص تتسنى غير تسجل عليك. فارق في المستوى، فارق تشيره. حنايا تلعبوا لاخر دوره، شوفوا النتائج شنو داروا. تنشكروا هاد الجماهير على حسن الاستقبال، وهاد المدينه على حسن الاستقبال. تنتاسفوا الجماهير ديالنا اللي ضربات الكيلومترات باش تشاهد الفريق ديالها، اللي ديما تنقولوا هذا الجمهور الوافي، الجمهور الوافي ديال بصح انه تيضحي بجميع الامكانيات ديالو باش نفرحوه، ولكن تنتاسفوا له بزاف. وتنقولوا له عوده موفقه لمدينه فاس. والحمد لله كما شتي المقابله ماشي سهله، يعني بارج لكلا الفريقين، يعني ما خصك الا تنتصر، خصوصا في الديار ديالك. والحمد لله دابا سبعه ديال الانتصارات في هذا الرجل هذا في داخل الميدان ديالنا، وما كنتلقاوش هدف، يعني هذا بالله عليك حنا قويين والحمد لله. اخا بطاقه حمراء بقينا لاعبين، ندينا حتى لاخر الدقائق وجبنا الهدف الانتصار الحمد لله. اللي خونا باقي لعبوا على بطاقه الصعود الثانيه ان شاء الله، وان شاء الله نقول له الكلمه ديالنا. والحمد لله الا ما جا الصعود هذا العام كاين العام الجاي، ولكن حنا نديروا مجهود ديالنا حتى الاخر رمق، يعني باقي لنا ماتش في تماره غادي نمشيو، يعني ما كنشوفوش الخصم، غنلعبوا الكره المباراه ديالنا، نجيبوا فيها ثلاثه النقاط باش ان شاء الله الى الخصم ديالنا خسر ولا شي نتيجه ان شاء الله نطلعوا. قمنا بعمل كبير في الاول ديال الموسم، الحمد لله حنا كنجنيو الثمار ديالنا. المقابله كنا عارفينها ماشي سهله، يعني فريق كبير بحال المغرب الفاسي، ولكن لا فورس كاركتر اللي عند اللعابه ديالنا اللي اكتسبوها من عند المدرب مقتدر جيناني، الحمد لله بقينا صيرنا المقابله. كان عندنا كلام مع المدرب بالاشواط باش نبقاو مركزين، والحمد لله واخا طردنا لعاب بقينا غادي مع الماتشتر اخر دقيقه وسجلنا، وهذا غير هذا بحال واحد ثمره ديال الجهود ديال اللعابه الصراحه اللي في واحد الفاصله اللي تعذبنا بزاف، واخا كان روندمون مزيان. يعني الحمد لله لعبنا مقابله كما كنلعبوا جميع المقابلات، يعني الدراري لعبوا على الشرف ديالهم، هذا الشيء ما كيعنيش بان راه كنلعبوا لشي واحد اخر، يعني كان حنا كنلعبوا الكره ديالنا اللي كنعرفوا وكنلعبوا على الشرف ديالنا، والحمد لله يعني ربي ما خيبناش. نتمنى ان شاء الله باش نبقى في هذا المسار هذا.